المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري يقول إن موسكو وواشنطن تجريان محادثات لإنهاء الأزمة السورية، ويؤكد أن الحل في سوريا يتطلب اتخاذ قرارات من جانب روسيا والنظام أيضا. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون يقول إن ما يحصل في إدلب يمثل تهديدا للمنطقة وليس لسوريا فحسب، ويشير أنهم بحاجة لأن يروا نهاية للقتل في إدلب. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جيد بريدرستون يؤكد إجراء محادثات مع تركيا وروسيا، وأنه يسعى لتنفيذ وقف النار في سوريا بأسرع وقت. الثوار يستهدفون برجمات الصواريخ مواقع قوات النظام في بلدة الحاضر وسد جغيدلة بريف حلب الجنوبي. وفاة 6 أطفال وسيدة في قرية بابلة بريف إدلب الجنوبي جراء نشوب حريق في مسكنهم تسببت به أنبوبة غاز. إصابة عنصرين من قوات النظام بإطلاق رصاصة من قبل عناصر سابقين في الجيش السوري الحر في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.